اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني، وحلقه جديده من ماده التخطيط للصف الثالث الثانوي قسم ملابس جاهزه. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن توقفنا عن تكلم عن طرق تحسين الانتاج، واخدنا لغايه النقطه اللي هي رقم 5، العنصر وضح معايير لاداء مختلف في الاعمال، وان تكون كميه ونوعيه الزمانات بناء على الاهداف المحدده. احنا قلنا ان انا بحط معايير للاداء، والمعايير دي تكون محدده وبزمنيه معينه، والكميه اللي انا هطلعها من خلال المعايير دي والاهداف المحدده ان انا بحطها في الاخر، ان المعايير الاداء اللي انا بحطها بيكون ليها اهداف في نهايه الايه العمل او الانتاج، ان انا بحدد الانتاج او اللي هيطلع لي في الكمية دي. هنكمل مع بعض. عن طريق تحديد المعايير، تقويم الاداء والتفرقة بين المجد والمهمل. يعني انا دلوقتي العامل المجد والعامل المهمل، انا المعايير اللي انا بحطها دي بعرف من خلالها مين العامل المجد ومين العامل المهمل، والوصول الى معايير الاداء المطلوبة وزيادة الانتاجية. يبقى انا بحط الاداء، معايير الاداء دي في الاول خالص علشان اعرف من خلالها، انا بحدد من خلالها الزمن، بحدد الاهداف، بحدد الزمن وبحدد الاهداف، وبقول ان انا في خلال زمن معين هطلع الانتاج دوت. طب الانتاج ده ما طلعش في الفترة اللي انا محددها من الزمن، مجموعة طلعت المنتج ومجموعة اهملت، يبقى بالتالي ان انا حددت دلوقتي العامل المجد الملتزم والعامل المهمل اللي هو ما التزمش بالوقت وضيع لي الوقت بتاعي في داخل المنظمة. بعد كده بقول الاهتمام بالدراسات والابحاث لمعرفة اسباب الاعطال. يعني انا بعمل ايه؟ بعمل دراسات وابحاث عشان اعرف سبب العطل ايه، والمشاكل المختلفة التي تؤثر على انتاجية فريق العمل، محاولة التغلب عليها بهدف زيادة الانتاج. يعني دلوقتي لما إيه؟ المشاكل اللي حصلت ايه؟ بعمل ايه؟ بعمل بحث، يعني بشوف من خلال متابعتي للعمل بعرف ازاي العامل ده ليه اتأخر في الانتاج، وليه العامل التاني كان بيسرع في الانتاج، وبعرف الوقت اللي هي ايه المشاكل اللي قابلته. ممكن يكون في مشاكل قابلت العامل ده اثناء العمل فما طلعش الكميه المطلوبه منه اثناء العمل، يبقى انا لازم اعرف المشاكل ايه واعرف ايه احلها ازاي واتغلب عليها ازاي. ليه الوصول في الاخر ان انا بوصل ليه؟ بوصل لزياده الانتاجيه، ده اللي يهمني كله في زياده ايه الانتاجيه. الاهتمام بدراسه العمل، وهي دراسة علمية منظمة لتسجيل النتائج والبيانات والمعلومات الخاصة بطريق أداء عمل معين، ثم تحسينها وتطبيق أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لأداء هذا العمل. يبقى أنا بعمل هنا إيه؟ بعمل بعد الدراسة دي، بعد الدراسة اللي أنا عملتها دي، بعمل إيه؟ بعمل إيه؟ بسجل النتائج والبيانات اللي أنا طلعتها والمعلومات الخاصة بطريق أداء عمل معين، ثم تحسينها وتطبيق أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لأداء هذا العمل. يبقى أنا هنا بعد ما بعمل كل ده، بعمل الخطة اللي أنا حطيتها إن أنا بعمل دراسة، بسجل الدراسة دي وبسجل البيانات وأشوف أين أنا وصلت بالبيانات بالدراسة دي والبيانات اللي أنا طلعتها دي، إن أنا إيه عملت استحسان تحسين إيه وعملت تطبيق اسهل لايه، ودورت على طريقه اسهل واكثرها ايه فعاليه لاداء هذا العمل. الاتصال بالجامعات ومعاهد البحوث والهيئات المعنيه بالانتاجيه على مستوى الدوله والتنسيق معها وتبادل الخبرات بينها، بستعين بخبراء من الخارج عشان احسن العمل بتاعي واحسن الاداء بتاعي. فبعمل ايه؟ اتصال يا اما بالجامعات او المعاد ايه او البحوث والهيئات المعنيه بالانتاجيه على ايه مستوى الدوله. انا بشوف ايه هي الهيئات اللي ممكن تساعدني واقدر ما اخد منها تبادل خبرات
واعمل معاها تنسيق بحيث ان انا ازود من خلالها ايه الانتاجيه والاستفاده بما توفره كل هيئه في مجال اختصاصها من ابحاث وتقارير تفيد في تطوير الانتاج. انا بستفيد من الهيئات دي من خلال الابحاث او التقارير ايه في تطوير ايه الانتاجيه داخل المؤسسه بتاعتي. ما هي مشكلات قياس انتاج العاملين مع شرح سلاسه منها؟ ايه هي المشكله مشكلات قياس العاملين؟ يعني دلوقتي العمال اللي عندي داخل المؤسسه ايه هي المشكله اللي بتقابلني عشان اعرف اقيس ايه انتاجهم، اقيس انتاج ايه الايه العاملين. ان معدلات قياس الانتاج لا تراعي ان بعض المصانع الكبرى تحوي اكثر من مرحله انتاجيه، الامر الذي يتطلب زياده عدد العاملين فيها. يعني دلوقتي انا عندي مصنع والمصنع ده عامل 5 خطوط انتاج، والخمس خطوط انتاج دول العمال اللي فيهم قليلين، يعني كل خط انتاج بيطلع لي منتج مختلف عن الخط التاني. يعني خمس خطوط انتاج، كل خط ليه منتج معين، يعني بينتج لي 5 انواع. طب العمال عنده قليلة، يبقى ازاي هعمل زيادة في الانتاج؟ ازاي هحكم على العامل؟ هقيس ازاي الانتاجية بتاعته اذا كان كل خط ليه شغل معين وبيطلع لي في وقت معين؟ يبقى انا هنا كده مش هقدر اقيس شغل ايه مهارة العامل، مش هقدر اقيس انتاجية العامل، لان كل ممكن يكون كل منتج مختلف في بياخد وقت اقل، في منتج بياخد وقت اعلى. يبقى انا كده هطلع هقيس ازاي الايه العامل في انتاجية العامل في الاختلاف دوت. ما ينفعش. عند حساب عدد العاملين الذين اسهموا في انتاج وحدات انتاجية معينة، يعني انا عندي عمال اشتغلوا في انتاجية معينة، يعني انا حددت خط انتاج واشتغلوا فيه، يحسب الوظائف الخدمية كوظائف ايه؟ انا عندي هنا عندي عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة. العمالة المباشرة اللي هم العمال اللي بيشتغلوا في الخط الانتاجي، يعني العمال اللي بيشتغلوا في الخط الانتاجي بتاعي اللي هو بيعملوا المنتج. طب عندي عمالة غير مباشرة اللي هي ممكن تكون اكتر من العمالة المباشرة، يعني ممكن يكون عندي موظفين داخل المؤسسة عددهم اكتر من العمال اللي بيشتغلوا على خط الانتاج. زي مين؟ زي الصيانة والشراء ومراقبة الجودة وإدارة الافراد والحسابات والتخزين وبحوث السوق، دي كلها بسميها عمالة ايه غير مباشرة. يعني هي ما بتشتغل ما مش شغالة في المنتج، بس هي بتخدمني في العملية الانتاجية، بتخدمني في العملية ايه الانتاجية. عدم مراعاة اثر استخدام الآلية على انخفاض الجهد البشري. احنا دلوقتي احنا قلنا قبل كده ان انا عندي حاجة اسمها ميكنة وعندي حاجة اسمها آلية. الميكنة اللي هي ان انا بجيب ماكينات كمبيوتر بتساعد الانسان في زيادة ايه الانتاج وتحسين جودة المنتج. وفي عندي الآلية اللي انا بس بخلي المصنع كله آلي واستغنى عن العامل. هنا بيقول لي عدم مراعاة اثر استخدام الآلية انخفاض الجهد البشري. يعني انا دلوقتي لما باجي استخدم الآلية بقلل العمالة عندي، فبحالة الآلة دي هتتوقف يبقى هنا ايه الانتاج عندي ايه قل، ومش هقدر احسب العامل انتاجه قد ايه لان انا عندي الآلة هي اللي بتنتج مش العامل. نفرض تساوي الجهد البشري وتساوي درجة الآلية المستخدمة احتمال ايه بعيد. يبقى انا هنا عشان اعمل تساوي بين الاتنين هيبقى صعب جدا، يبقى انا مش هقدر كده اعمل قياس للايه للعامل اللي بيشتغل عندي، مش هقدر اعمل له قياس للايه للانتاجية. احتمال القريب بقى هو زيادة درجة الآلية ترفع من معدل الانتاج بأقل جهد بشري. يعني انا عندي الآلية دي هي اللي بتزود في الانتاج واسرع من ايه من العمالة البشرية اللي موجودة عندي. وفي حالة ضعف مستوى الآلة اللي احنا قلناه لا يكون العنصر البشري مسؤولا عن انخفاض الانتاج. يعني انا الآلة لو تعطلت
العامل مش مسؤول عن انخفاض الانتاج، يبقى بالتالي انا هقيس الانتاج ازاي بقى للعامل؟ مش هقيسه. النتائج تختلف اذا كان معدل الانتاجية محسوبا على اساس عدد العاملين، يعني انا بحسب الانتاج على عدد العاملين او على اساس عدد ساعات العمل بعد استبعاد الوقت الضائع بسبب الاجازات المختلفة خلال الفترة الزمنية اللي هي محل التقييم. يعني دلوقتي عندي العمال بياخدوا اجازات، ده بيعتبر ايه؟ وقت ضائع. انا عندي هنا، يبقى انا بحسب ايه؟ بحسب الانتاج ازاي؟ هحسبه ازاي وعدد ساعات العمل بتبقى قليلة؟ يبقى انا لازم احسب انا العامل عندي مثلا، عندي عدد ساعات العمل 9، هياخد راحة في الوقت في اليوم ساعة، يبقى هنا هو بيشتغل 8 ساعات، يبقى انا هحاسبه على 8 ساعات ومش هحاسبه على الايام اللي هي الايه؟ الاجازات اللي هو ما كانش بيشتغل فيها. عندما تختلف اسعار المنتجات من سنة لاخرى تظهر مشكلة في قياس الانتاجية، انتاجية العامل او ساعة العمل على اساس قيمة الانتاج. انا دلوقتي عندي سعر المنتج بيختلف، يعني ممكن يزيد ممكن يقل. طب هحسب الانتاجية ازاي للعامل؟ دي بقى دي هتبقى مشكلة في قياس ايه؟ قياس الانتاجية للعامل. هتغلب على المشكلة دي ازاي بقى؟ عن طريق تثبيت الاسعار. يعني انا هعمل ايه؟ هعمل المنتج بتاعي بسعر ثابت، هعمل المنتج بتاعي ايه؟ بسعر ثابت. في اول سنة طلع فيها المنتج هثبت السعر، هثبت ايه؟ السعر بتاع المنتج حتى تكون المقارنة سهلة، ويتم ايه؟ ضرب سعر السنة الأساسية في كمية الإنتاج. يعني أنا هشوف كمية الإنتاج اللي بتطلع لي في كل في الشهر أو في اليوم أو في السنة، حسب ما أنا هحسبها، واضرب سعر الكمية اللي بتطلع لي في سعر الايه؟ المنتج اللي أنا محدداه، سعر المنتج اللي أنا ايه؟ محدداه. ويتم قياس ايه؟ الانتاجية. من خلال ده انا بعرف اقيس الايه؟ الانتاجية للعامل. عند قياس الانتاجية يتم التركيز على كمية الانتاج دون مراعاة مستويات جودة المنتج. يعني هنا لو انا عملت قياس الانتاج مش ههتم بجودة المنتج، لا ده انا يهمني جودة المنتج اكتر من ايه؟ من قياس الانتاج. وينبغي عند القياس مراعاة ذلك خاصة عند اجراء المقارنة من سنة لأخرى. يعني أنا ممكن السنة اللي فاتت كانت جودة المنتج عالية، السنة دي لقيت جودة المنتج أقل من جودته السنة اللي فاتت، فأنا هحسب الإنتاجية كده إزاي؟ لأ، لازم أحسب الإنتاجية على جودة المنتج. قد يتوفر أمامي القائم بالقياس أكثر من وحدة لقياس الناتج، وعليه أن يختار أدقها وأنسبها لظروفه، فإن أفضل وحدة للقياس هي إيه؟ الوزن. يعني أنا بعمل حاجة اسمها وزن للإيه؟ للمنتج. يعني بهتم إيه؟ بوزن المنتج. لو أنا مش عارفة أقيس إيه؟ أقيس الناحية الإنتاجية. تفضل بعض المنظمات أن تحسب الإنتاجية على أساس إنتاجية العامل. يعني بحسب الانتاجية على اساس ايه؟ انتاج، يعني العامل ده هيطلع لي كم منتج في اليوم. وبعض المنظمات الاخرى تحسبها على اساس انتاجية ساعة العمل لو انا عاملها بالساعة، بينما تفضل بعض المنظمات الجمع بين الطريقتين. يعني اما احسبها العامل طلع لي قد ايه، او بحسبها باليوم او بحسبها بالساعة. وساعات ممكن احسبها ايه؟ بالاتنين، احسبها بالساعة واحسبها باليوم. ناخد بقى سؤال مع بعض. رابعا، كيفية تحقيق العائد الاقتصادي الامثل للعملية الاجتماعية، للعملية الايه؟ الانتاجية. يعني ايه؟ ازاي احقق العائد الاقتصادي الامثل للعملية الانتاجية؟ تعالوا نشوف مع بعض. اولا، استخدام قائمة الاختيار لتقييم الافكار الجديدة للمنتجات. يعني ايه تقييم الافكار؟ تقييم الافكار الجديده للمنتجات. انا بقول هنا ان الطريقه دي بتحاول اداره وضع مجموعه من العوامل التي تعتبر توافرها في منتج معين هام،
من وجهة نظرها. يعني انا عندي في عوامل لازم تتوفر في منتج معين، ودي وجهة نظر المؤسسة في القائمة، وتعتبر وتختار مدى توفرها في الأفكار الجديدة المراد تقييمها. يعني أنا بحط بعض الخصائص ماشي علشان أعرف المنتجات دي أو الصفات المنتج اللي أنا عايزها إيه، وأنا بعمل لها تقييم. طب الخصائص تمثل عوامل مختلفة مثل نقاط القوة والضعف في التنظيم. يعني أنا بشوف من خلالها نقاط القوة والضعف في إيه التنظيم. فبعد بتعمل قائمة اسمها قائمة اختيار أفكار المنتجات الجديدة. يبقى المؤسسة دي بتعمل ايه؟ قائمة اسمها قائمة اختيار أفكار المنتجات الجديدة. تعالوا نشوفها مع بعض كده. هو بيقول لي هنا ايه الوزن، يعني الوزن بالنسبة لإيه، يعني عامل في القائمة دي حاطط فيها الوزن، حاطط فيها تقييم لتوافر الصفة سواء ضعيف متوسط جيد، والأهمية برضو بالوزن، وبعدين صفات المنتج. صفات ايه المنتج؟ انا عندي هنا صفات المنتج، هنا كل صفة من دول ليها وزن وليها تقييم ماشي وليها صفة. اول حاجة ملائمة لخط الانتاج الحالي. هل الوزن او الخامة دي ملائمة لخط الانتاج الحالي؟ طبعا ايه، احنا بنقول الصفة او خاصية من الخصائص المراد مراجعتها يعطي لها وزن يمثل الاهمية النسبية لهذه الصفة وعلاقتها مع الصفات الاخرى. فمثلا عامل الربح يعطي له اهمية ايه، اهمية نسبية قدرها 20% من باقي العوامل الاخرى، حيث ايه تمثل عامل هام بالنسبة لايه للادارة. يبقى انا لازم اعرف ايه ان هي صفات المنتج دي لازم تكون ايه تمثل عامل هام بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للإدارة. طيب الدرجة بقى اللي هو تقييم درجة توفر كل صفة. أنا كل صفة عندي هنا لو أنا شفت الصفات عندي إيه، ملائمة لخط الإنتاج الحالي، تكاملها مع الآلات والمعدات، الزمن المتوقع لدورة حياتها، توافقها مع قنوات التوزيع الحالية، صلاحياتها مع حجم المبيعات المتوقع، الترخيص ببراءة الاختراع، اعتبارات الحجم والشكل والوزن، التغيرات في الطلب، الاحتياجات المالية طويلة الأجل، وهامش الربح ده حطه في الآخر. كل حاجة من دول ليها وزن وليها نسبة وليها نقط ضعف وإيه ونقط قوة. بقيم درجة توفر كل صفة إزاي من هذه الصفات؟ بإعطائها قيمة كمية وتحديد نقاط مختلفة لكل صفة. يعني أنا بحط هنا بحط قيمة، بحط القيمة دي بحط درجة توافر لكل صفة. يعني الصفة الجيدة بقول عليها بديها 3، المتوسطة بقول 2، الضعيفة بقول 1. ويمكن ايه ان يختلف هذا التقييم وفقا لرغبة الباحث بالدراسة. يعني ممتاز جيد متوسط، يعني انا ممكن احط هو حاططها هنا ضعيف متوسط جيد او حاططها بالدرجات، ده حسب الباحث اللي بيعمل لي الدراسة دي. هنا بقى بيقول لي بعد تسجيل اجابة معينة يتم اعطاء كل صفة وزنها النسبي، الوزن النسبي اللي هو اول خانة، عن طريق ضرب الاهمية النسبية في درجة توفر الصفة. يعني بشوف ايه الوزن بتاعها ده بيبقى عن طريق ايه، كل صفة وزنها النسبي عن طريق ضرب الاهمية، بضرب الاهمية في درجة توفر الصفة اللي هي ايه، توفر الصفة عندي اللي هي رقم 3 او رقم 2 او رقم ايه 1. رقم 4 بقى يجمع الوزن النسبي الكلي لهذه الفكرة. بجمع بقى الوزن النسبي لهذه الفكرة، اذا كانت الفكرة جيدة يكون المجموع 3، واذا كانت متوسطة يكون المجموع 2، واذا كانت ضعيفة بيكون المجموع ايه 1. بعمل بقى في الاخر مقارنة، بقارن بين قيم الفكرة بمستوى نمطي او مقياس نمطي سبق تحديده من الادارة وتقرير ما اذا كانت الفكرة مقبولة او لا. وهذه المقاييس يتم من الادارة بناء على خبرتها السابقة في نسبة النجاح
او الفشل للمنتجات الجديده السابق التقدم. يعني هنا انا بعمل مقارنه بين الفكره، اذا كانت الفكره مقبوله او غير مقبوله، ده بناء عن ايه؟ عن المقياس اللي الاداره عملته وعلى الخبرات السابقه في نسبه النجاح او الفشل للمنتجات الجديده. يعني انا ايه، لو المنتج نجح، لو المنتج نجح يبقى هو ده ايه، الانتاج بتاعي بقى جيد. لو المنتج فشل يبقى هو ايه، بعمل دراسه من اول وجديد. طب ده اللي احنا بيوضحه لنا الجدول ده. احنا قلنا بقى كل صفه او خاصيه من خصائص المراد مراجعتها يعطي لها ايه وزن. تقييم درجه توفر كل صفه من هذه الصفات باعطائها قيمه كميه، وتحديد نقاط مختلفه لكل صفه درجه توفر الصفه. بعد تسجيل إجابة معينة يتم إعطاء كل صفة وزنها النسبي. بجمع الوزن النسبي الكلي لهذه الفكرة إذا كانت الفكرة جيدة، ويتم مقارنة قيم الفكرة بمستوى نمطي أو مقياس نمطي سبق تحديده من الإدارة لتقرير ما إذا كانت الفكرة مقبولة أو لا. ده النتيجة اللي أنا بوصل لها في الآخر. ثانيا بقى مرحلة اختبار المنتج. يبقى احنا أخدنا أول مرحلة اللي هي الجدول اللي هو بيقول لي فيه ايه، اللي هو ايه، استخدام قائمة لاختيار لتقييم الافكار. تاني حاجة مرحلة اختبار المنتج، يعني بعمل اختبار للمنتج ده. اي منتج بعمله بعمل مش قبل ما بعمل، مثلا لو جالي اوردر بتصميم فستان، فمن خلال تصميم الفستان ده انا بعمل حاجة اسمها عينة. طب العينة دي مش هي دي عينة اختبار، بحيث ان انا الطلبيه اللي جايه لي ده لازم اشوف القماش اللي تم اختياره، التصميم اللي تم تنفيذه، هل العينه دي مطابقه للمواصفات ولا لا، لازم اعمل لها اختبار. فهو ده اللي انا بقول ايه، مرحله اختبار المنتج، يعني مرحله اختبار العينه الاولى اللي انا هعملها او المنتج الاولي اللي انا هصنعه. بعد تقييم الأفكار الجديدة تقرر إدارة ما هي خصائص المنتجات. يعني بحط الأول المنتج ده خصائص بتاعته إيه، ويعتمد على النتائج مجموعة من دراسات الجدوى التسويقية. يعني بعمل دراسة جدوى للمنتج ده، الاقتصادية للمنتجات، دراسة الجدوى الاقتصادية التسويقية اللي هو الجدوى الاقتصادية للإيه؟ للمنتجات. بعد كده ثالثا مرحلة وضع التصميم المبدئي، بحط تصميم مبدئي للإيه؟ للمنتج بتاعي. يختص لتقديم عدة تصميمات اللي هي اللي بقول عليها النماذج بديلة لمواجهة المنتج الذي تم اختياره. يعني أنا بحط التصميم المبدئي أو التصميم الأولي للمنتج بتاعي، بعمل ايه، نموذج ليه، بحيث ان هو يكون ايه مناسب ايه للتصميم اللي تم ايه اختياره. التصميم النهائي بقى الانتهاء من التعديلات المقترحه على النموذج المبدئي بحيث يتبلور شكله النهائي، وتشمل المواصفات الكليه للمنتج، مكوناتها ورسم النماذج الخاصة بيه، وتكون الكفاءة والتكلفة خطوة هامة لاختيار التصميم. يعني أنا التصميم النهائي لما أجي أعمل له اختبار لازم يكون إيه؟ التعديلات اللي أنا قلت عليها اتعملت، إن شكله النهائي يكون مظبوط، المواصفات الكلية اللي إحنا قلناها تكون موجودة للمنتج، المكونات بتاعته، رسم النموذج، تكوين الكفاءة والتكلفة خطوة هامة لاختيار النموذج. يبقى أنا قللت التكلفة، الكفاءة بتاعة المنتج أو جودته، ده اللي هو التصميم النهائي. ما المقصود بالقدرة على الإنتاج؟ المقصود بالقدرة على الإنتاج تعني قدرة النظام الإنتاجي على الاستمرار في الإنتاجية بنفس الجودة. يعني هنا القدرة على الإنتاج إن أنا بعمل الاستمرار في الإنتاج بنفس الجودة. التصميم الهندسي لهذه المنتجات باتباع عناصر تصميم المنتج. يعني أنا دلوقتي
النظام الانتاجي ده بيعتمد على استمرار في الانتاج بنفس الجودة، يعني انا بعمل المنتج بنفس الجودة بتاعته. التصميم الهندسي بتاعه يكون متبع لعناصر المنتج. ايه هي بقى؟ اختيار الخامات، يعني ده اللي انا بقى ايه بعمل عليه التوافق بتاع التصميم النهائي اللي انا توصلت له. اختيار الخامات، هل اختيار الخامات مناسب ولا لا؟ تحديد الطاقات، تحديد اجراءات التشغيل، بتأثر مباشرة على القدرة على إعادة الإنتاج. وتم عمل عينات للمنتج لاختيار القدرة على إعادة إنتاج التصميم وأيضا الخامات والعمليات. يبقى أنا لما أجي أقول هنا المقصود بالقدرة على إعادة الإنتاج، إن أنا بعمل النظام الإنتاج، إن أنا بعمل منتج، المنتج ده ليه مواصفات معينة. هل المواصفات ده، هل مواصفات المنتج دي، الخامات اللي موجودة فيه مطابقة للمواصفات ولا لا؟ عملت توفير في الانتاج ولا ما وفرتش؟ طلعت منتج ذات جودة عالية ولا لا؟ يبقى انا يهمني ان العمليات الانتاجية، خطوط الخطوط الانتاج للمنتج ده كانت ماشية صحيحة ولا كان فيها مشكلة؟ عالجت المشاكل اللي قابلتني ولا ما عالجتهاش؟ اختيار اللي احنا قلنا اختيار الخامات وتحديد الطاقات، تحديد اجراءات التشغيل، ده مهم جدا عشان اوصل في الاخر للقدرة على اعادة الانتاج. يعني انا هعمل الانتاج للموديل دوت، الموديل بتاعي ده خلاص انا عملت العينة اهو، هبدأ اشتغل عليه. يبقى انا لازم عشان اعمل اشتغل على العينة دي، اعمل الطلبية المطلوبة، لازم اكون العينة دي مطابقة لكل المواصفات اللي انا حاططها. نيجي بقى، ما هي متطلبات تحقيق العائد الاقتصادي للعملية الانتاجية؟ يعني ايه هي المتطلبات لتحقيق العائد الاقتصادي للعملية الانتاجية؟ اكمل ما يلي. قبل انتاج المنتج يجب ان تعرف نقط ونقط ونقط. ايه اللي انا قبل ما اعمل انتاج المنتج يجب ان اعرف ايه؟ قبل انتاج المنتج يجب ان تعرف ما هي السلع التي يريدها المستهلك وما هي مواصفاتها. يعني انا بعمل ايه؟ بشوف السلعة دي اللي مين اللي عايزها، مين المستهلك اللي عايزها، مين المطلوبة لمين، انهي مرحلة، وضع سعر منافس لسعر السوق لتحقيق بيع اكتر، عمل ترويج واعلان للمنتج، ايجاد منافس توزيع للسلع. يبقى اول حاجة لازم اكون عارف نوع المستهلك اللي هيستخدم ايه، اللي هو مواصفاته ايه، مواصفات المنتج للمستهلك ايه، السعر يكون منافس لسعر السوق. لو في منتج مثيل نازل بنفسه لازم يكون ايه، انا عندي منافسة عشان المستهلك ياخد البضاعة بتاعتي ما ياخدش بضاعة ايه، بضاعة تانية. بعمل ترويج ليها، يعني بعمل اعلان كتير، بنزل بنشر اعلاناتي بحيث ان ايه توصل للمستهلك اللي هيجي يسأل على المنتج بتاعي. ايجاد منافس توزيع، يعني انا هبيعها فين، هنزلها في انهي سوق، السوق اللي انا هشتريه هنزل فيه المنتج بتاعي وهيكون مطلوب ايه، مطلوب فيه وهيتباع بسرعة. لكي تعرف ماذا يريد المستهلك يجب ان تجد الاجابة على الاسئلة الاتية. يعني انا قبل ما اشوف المستهلك عايز ايه لازم يكون عندي اجابة على الاسئلة اللي هحطها دي او اللي انا ممكن اتسألها بقى. ما هي المواصفات والشكل والحجم واللون للمنتج الذي يريده المستهلك؟ يعني دلوقتي لازم اعمل ايه، زي ما اعمل استبيان كده، انا هنزل منتج جديد، او لا مش لازم اعمل استبيان، انزل اسأل الناس ايه رأيكم في المنتج ده، إيه لو انتوا جربتوه، اعمل استبيان، طب انتوا محتاجين ايه، ايه اللي ناقص فيه نزوده، ممكن الرأي اخد اراء اللي حواليا بحيث ان انا ازود، ان ايه، ان اشوف المنتج ده المستهلك محتاج فيه ايه، ان انا اعمل له قيمة مضافة. تمام. تاني حاجة، اين يوجد المستهلك، هل في قرية او مدينة؟ يعني هل المنتج بتاعي ده هي المستهلك لا يستهلكه، هل في القرى، هل في القرى هيستقبلوه اكتر،
هيبقى في منفذ بيع في القرى اكتر من مدينة، ولا هيبقى في المدينة اكتر من القرى؟ لازم اكون عارف البضاعة بتاعتي اللي انا هنزلها دي هتنزل في انهي ايه، في انهي مكان، في القرية ولا في مدينة. متى يشتري المستهلك منتجك؟ هل على مدار العام او في او الموسم، موسم معين او في اوقات محددة؟ يعني انا المستهلك بتاعي ده لما باجي انزل ملابس الشتاء مش بنزلها في فترة قبل الشتاء بشهرين او بشهر تقريبا، بحيث ان الناس بتبدأ تاخد تشتري ملابس الشتاء قبل ايه، دخول الشتاء، وبعد كده بنزل ملابس الصيف قبل ايه، ما الصيف بيجي بشهر. يبقى انا كده بحدد انا بنزل ملابس الشتوي امتى، بنزل ملابس الصيفي امتى. وطبعا دي بتبقى مواسم، يعني انا هنزل الشتوي السنه دي الوانه ايه، خطوطه ايه، خطوط التصميم فيه ايه، ايه هي الديزاين اللي موجود، هيتناسب مع مين، هيتناسب مع الاطفال، هيتناسب مع النساء، هيتناسب مع الرجال، هيتناسب مع الشباب، مع الشيخوخه. يبقى انا بنزل الملابس حسب ايه السن اللي هيستهلك ده، وبنزل في المواسم. لو عندي الناس زي هنزله في العيد بس، زي ما بعمل اكازيونات، يبقى هنزل اللبس ده في الاكازيونات فقط، هنزله في العيد. يبقى انا بحدد المنتج بتاعي هينزل امتى ومين اللي هيشتريه. زي ملابس المدارس، زي المدرسي ليه وقت معين، هو قبل الدراسة بنزله، قبل الدراسة بشهر او بشهرين، ان انا هو ده الوقت اللي الناس هتشتري فيه لبس المدرسة، لكن مش هتشتري على مدار السنة. يبقى انا لازم احدد المنتج بتاعي الناس هتشتريه امتى. في منتج بيبقى ممكن اشتريه طول السنة، وفي منتج بيشترى في ايه، في لي اوقات او مواسم معينة. ما هي الكميات التي يريدها، وكم استطيع ان ابيع له؟ يعني هو دلوقتي انا لازم احدد الكمية اللي انا هنزلها قد ايه، وهبيع منها قد ايه. يعني ما نزلش كمية كبيرة قوي ولاقي البيع قل، او ما نزلش كمية قليلة ولاقي الايه ان في استهلاك اعلى على السلعة بتاعتي، وانا منزلة ايه الكمية ايه قليلة. يبقى لازم يكون الكمية المنتج اللي انا منزلاه يكون العدد الكميات مساوية ايه للاستهلاك او للايه للبيع اللي انا هبيعه. باجي اقول هنا العوامل التي يجب مراعاتها عند البدء في تقدير تكلفة المنتج. يعني ايه العوامل اللي انا هحطها عشان اعمل تقدير تكلفة المنتج، احدد من خلالها تكلفة ايه المنتج. التصميم، الجودة، الشكل، الخامات، السعر. العوامل دي، اول حاجة التصميم. بقول ايه، الخطوة الاولى تصميم الملابس، يعني انا هصمم ملابس، هي تحديد رغبات السوق. يعني انا بعمل التصميم ده عشان اعمل ايه، تحديد رغبات السوق اللي هو مين، اللي هو المستهلك، والعمل على توفير معلومات عن خصائص المنتج المطلوب. يعني انا المنتج المطلوب بتاعي ده اللي هو التصميم اللي انا احطه للملابس لازم يكون ايه مطلوب في السوق، مش هعمل تصميم غير مطلوب. حتى نستطيع تجنب اخطاء التصميم من حيث اجمالي المميزات المطلوبة لتحقيق رغبات المستهلك. يعني دلوقتي لما اجي اعمل تصميم لازم التصميم ده يكون مناسب للمستهلك ومناسب لرغباته علشان اقدر ايه، اقدر ابيعه. لان انا لو التصميم ده غير مناسب ملوش مستهلك، غير مناسب للسن او للمرحلة اللي انا هعملها، هل هيتباع؟ مش هيتباع طبعا. وليس المطلوب مميزات اضافية غير ضرورية حتى لا تزيد التكلفة وبالتالي زيادة السعر فتصبح مشكلة للبيع. ولاحظ تغيير الموضة سنويا، انا عندي الموضة بتتغير كل سنة، والالوان يعني بلاقي مثلا لون السيد، هنلاقيه زي السنة اللي فاتت كده كان لون السيد هو الايه اللون البامبا بدرجاته، فالسنة دي ممكن يتغير، يبقى اللون الاحمر، ممكن يبقى الابيض، ممكن يبقى الروز. يبقى انا بشوف الالوان، اللون السائد اللي هيبقى موجود
السنه دي وابدا ايه اعمل اختار الالوان المناسبه اللي هي هتتناسب مع الموضه السنه دي. خطوط الموضه ممكن يبقى البنطلون هو الموضه بتاعت السنه دي لكل جميع المراحل، ممكن تبقى الجونيلا، ممكن يبقى بدله، ممكن يبقى تاير، ممكن يبقى فستان. احنا لقينا ان الفستان بقى ايه رجعت الموضه بتاعته تاني. خطوط الموضه بتاعت الفستان ممكن اعمله قصاب برنسيس، ممكن اعمله بوستن الفستان اللي هو بوست بكرانيش. يبقى انا كل مرحله من المراحل دي ليها ديزاين معين. يعني انا عندي الاطفال بيحبوا الفساتين ان هي ليها ويست وليها كرانيش، فما اعمله ده للاطفال، لكن مش هعمله مثلا للبنات للشابات، مش هعمله مثلا للسيدات، لان هو كل مرحله ليها ديزاين معين وليها لبس معين وليها خطوط موضه معينه بايه للبس. تاني حاجه هنتكلم عنها اللي هي الجوده، جوده المنتج. طبعا يجب تحديد الجوده المطلوبه في الملابس والمراد تسويقها، يعني لازم يكون المنتج عندي ده بجوده عاليه. وطبعا الجوده بتاعته ايه التكلفه بتاعته تبقى اقل ما ايه عن المطلوب، تؤدي الى انصراف المستهلك عن منتجاته وتطبيق ايه المقوله ان جوده المنتج تبيع نفسها. يعني انا دلوقتي لو المنتج عندي جودته عاليه هو هيبيع نفسه بنفسه، لكن لو انا المنتج عندي جودته قليله او ضعيفه ما مش هيتسوق. يعني انا عامله موديل جميل جدا وديزاين رائع جدا، بس انا يعني ايه استرخصت وجبت خامه رديئه، المنتج استحاله هيتباع، لان انا دلوقتي لازم يكون المنتج بتاعي يكون بمواصفات معينه، الخامه، الاكسسوارات اللي هستخدمها اللي هي الخامات الخامه الاساسيه والخامات المساعده والديزاين التصميم والجوده اللي هي جوده الانتاج اللي هي الخياطه، الخياطه، الكي، التشطيب بتاعه، التغلفه والتعبئه، كل ده بيعلي من سعر المنتج بتاعه. ثالث حاجه الشكل. اللون من اهم العناصر الجاذبه والسبب في اقبال المستهلك للشراء، وايضا الشكل لتسهيل وظائف المنتج وجذب المستهلك للمنتج. يعني دلوقتي لو ممكن اللون هو اللي يجذب ايه المستهلك ليه، شكل العام، طريقه تعليقه، طريقه تغليفه، ده بيعمل ايه، بيعمل لفت نظر للمستهلك، فيخلي المستهلك ينجذب للايه للمنتج بسرعه. رابع حاجه الخامات. طبعا انا الخامه عندي، الخامه المستخدمه في تصنيع الملابس تؤثر تاثيرا فعالا على البيع من حيث القدره على التحمل، ملائمه الخامه للطقس الخاص بالبلد ببلد المنتج، ولا تضر بالصحه العامه للانسان وتتوفر فيها الشروط الصحيه. دي بقى نقف عندها جامد قوي اللي هي الخامات. الخامات دي مهمه جدا، الخامة لازم يكون فيها متوفر فيها الشروط الصحية، ودي اساسي. يعني ما ينفعش اجيب اعمل ديزاين والخامة دي تسبب حساسية في الجلد، تسبب امراض، ما بتمتصش العرق، من الياف سيئة، مصنوعة من الياف صناعية سيئة. يبقى لازم اختيار الخامة ده مهم جدا، لان اختيار الخامة هو اللي بيعلي سعر المنتج. يعني زي ما قلنا ان الخامة هي اللي بتفرق معايا، لو انا عاملة تصميم حلو جدا لكن الخامة سيئة استحالة المنتج هيتباع، لان هو كده يعتبر مضر بالبيئة وسعره هيبقى غالي على تكلفته. يبقى انا مزودة السعر لكن هو تكلفته رخيصة. برضو ان انا بقول ان الخامة لازم تكون ملائمة للجو. يعني ايه ملائمة للجو؟ يعني دلوقتي في فترة الصيف لازم تكون الخامات مصنوعة من اقمشة قطنية لامتصاص العرق وتكون مريحة للجسم. لو في الشتاء انا محتاجة القماش ايه يدفي، يعني يكون في نسبة تدفئة عالية زي الصوف، طبعا بدرجاته وبمتانته، يعني في صوف بيبقى خفيف في صوف بيبقى تقيل حسب ايه الاحتياج حسب التصميم نفسه. يبقى انا لازم اراعي الجو، يعني ما اعملش
أقمشة لا تتناسب مع البيئة بتاعتي. لازم يكون التصميم والمنتج اللي هبيعه يكون مناسب للإيه؟ للجو بتاعي. ده مهم جدا. نيجي بقى لآخر حاجة اللي هو السعر. بقول السعر هو إيه؟ هو القيمة البيعية للملابس، ومن خلالها يقيم المستهلك المنتج، ويجب أن يكون السعر منافسا في السوق، وفي نفس الوقت يحقق ربحا مناسبا حسب المعادلة اللي هي بنقول السعر بيساوي التكلفة الكلية زائد هامش الربح. يعني في الآخر إن السعر بتاعي ده يكون محقق لي التكلفة زائد هامش الربح، والسعر بتاعي ده يكون مناسب للمنتج. أنا دلوقتي عملت تصميم جيد، اخترت خامة مناسبة، بعته في وقت مناسب، جودته عالية، شكل المنتج كويس، يبقى انا كده يبقى السعر بتاعه هيبقى مناسب للتكلفة. لكن انا قصرت في حاجة من الحاجات دولت، يبقى انا كده هخسر الايه المنتجات اللي انا عملتها هخسر فيها. يبقى عشان كده بقول ان العوامل دي مرتبطة ببعض. العوامل التي يجب مراعاتها عند البدء في تقدير تكلفة المنتج، العوامل دي مرتبطة ببعض. يعني التصميم والجودة والشكل والخامة هم مرتبطين مع بعض ان هم يطلعوا لي المنتج عالي والسعر ايه يكون مناسب ليها ومناسب للسوق. ما حطش سعر عالي قوي والمنتج بتاعي ما ايه يكون اقل من المنتجات المعروضة. لازم يكون السعر مناسب للسوق اللي انا ببيع فيه. نيجي بعد كده نتكلم على خامسا تكلفة انتاج قطعة ملابس تريكو، اللي هو تحليل عناصر التكلفة. انا هنا عندي داخل مصنع الملابس انا والتريكو هعمل ازاي اعمل تحليل عناصر التكلفة داخل المصنع. هناخد اول حاجة تنقسم التكاليف الى التكاليف بتاعتي دي بتنقسم الى ايه؟ بتنقسم الى اربع حاجات هنشوفها. اول حاجة تكاليف الانتاج المتغير، تكاليف الانتاج المتغير، تكاليف الانتاج الثابتة، التكاليف الادارية. يبقى اول حاجة تكاليف الانتاج المتغيرة، تكاليف الانتاج الثابتة، تكاليف الادارية. هنيجي نشوف اول حاجة ايه هي تكاليف الانتاج المتغير. زي ايه؟ يعني زي ايه تكاليف الانتاج المتغيرة؟ يعني ايه متغيرة؟ يعني متغيرة في السعر، يعني سعرها بيتغير في السوق. اللي هي ايه؟ المواد الخام المباشرة. انا بشتري المواد الخام ممكن الشهر ده انا اشتريتها بسعر، الشهر الجاي ممكن ايه تزيد، والشهر اللي بعديه ممكن تزيد. يبقى انا كده دي التكلفة اللي هي ايه المتغيرة. العمالة المباشرة، يعني كل فترة كل مثلا سنة انا بزود العمالة، ممكن ازود ساعات العمل، ممكن ازود الانتاج. يبقى انا كده العمالة بتاعتي هي بايه الاجور بتاعتها بتتغير. المصاريف الاخرى المباشرة زي ايه؟ زي ممكن الكهرباء، النور، الايجار، دي ممكن تتغير. تكاليف الانتاج الثابتة، يعني ايه تكاليف الانتاج الثابتة بقى؟ اول حاجة استهلاك الالات والمعدات ومباني المصنع واساس ومكاتب المصنع. يعني انا جهزت المصنع من الات، من معدات، من مكاتب، من اساس، خلاص انا جهزت ده وايه وفرشته، فمش هزود حاجة تاني، فده بقى ثابت عندي. يعني المكان عندي بقى ثابت، في المعدات وفي الالات، في الاماكن الاداريه، خلاص بقى ده ثابت عندي. مرتبات الاداره الصناعيه، يعني الناس اللي هي الاداريين اللي عندي مرتباتهم ثابته مش هيتغيروا. الفوائد الخاصه بممتلكات المصنع، الفوائد الخاصه بممتلكات المصنع وغيرها من بنود ايه التكاليف الثابته. نيجي بقى بعد كده للتكاليف الإدارية. إيه هي بقى التكاليف الإدارية؟
تعالوا نشوفها مع بعض بقى كده. هي التي تتفق، هي التي تنفق من اجل استكمال انتاج المنتج وبيعه للمستهلك. يعني انا دي انا بصرفها على عشان ايه؟ عشان اكمل استكمال انتاج المنتج وبيعه للمستهلك. دي ايه بقول عليها التكاليف ايه الاداريه. زي ايه بقى؟ زي اللي هي بنقول عليها ايه، تعالوا نشوفها مع بعض. احصاء تكلفه منتج واحد من الملابس الجاهزه، اولا التكلفه المباشره والتكلفه الغير مباشره. يعني انا هاجي اشوف عندي هنا التكاليف الاداريه بقول عليها اللي هي بتنفق من اجل استكمال انتاج المنتج وبيعه للمستهلك، ودي بتدخل تحت مسمى التكاليف، التكلفة المباشرة والتكلفة الغير مباشرة. تعالوا ناخد كل نقطة كده لوحدها. ان التكلفة المباشرة بحسبها ازاي؟ اول حاجة تمثل في التكلفة للخامات، يعني انا بعمل تكلفة الخامات. تاني حاجة تكلفة العمالة المباشرة، طبعا تكلفة الخامات دي لوحدها وتكلفة العمالة المباشرة لوحدها، كل ده بيتحط تحت ايه؟ تكلفة ايه؟ المباشرة. تعالوا نشوفها مع بعض. تكلفة الخامات هي حساب ايه في التصنيع ويراعى فيها كذا نقطة. تعالوا نشوفها مع بعض. تكلفة الخامات هي حساب الخامات ايه؟ الداخلية، يعني الخامات اللي داخلة المنتج، الخامات اللي داخلة ايه؟ المنتج في التصنيع، ويراعى فيها ثمن الخامة، مصاريف نقل الخامة، مكان التصنيع، الهالك من الخامة، الاكسسوارات الداخلية في التصنيع. يبقى انا هنا بقول تكلفة الخامات دي اللي هي الخامات اللي داخلة في تصنيع المنتج اللي انا هعمله. فبيقول ايه؟ بتبقى عبارة عن ايه؟ ثمن الخامة، يعني الخامة اللي انا راح اشتريها دي هتبقى ثمنها كام؟ مصاريف نقلها، انا هروح اشتريها وانقلها، يعني هحطها في عربية واجيبها لغاية المصنع. مكان التصنيع، المكان اللي هصنع فيه الخامة دي، اللي هو مين؟ اللي هو المصنع نفسه، اللي هو مصنع بتاعي اللي انا هصنع فيه المنتج. الاكسسوارات الداخلية اللي هي بقول عليها الخامات المساعدة اللي انا برضو ايه هدخلها في التصنيع، دي بقول عليها تكلفة ايه؟ الخامات. تكلفة العمالة المباشرة اللي هم مين؟ اللي هم العمال اللي بيشتغلوا معايا داخل مين؟ داخل المصنع. تكلفة العمالة المباشرة تحسب الأجور الشهرية لجميع العمال، تحسب ساعات العمل الشهرية اللي هي الفعلية للعامل، تحسب ساعات العمل لإنتاج قطعة واحدة، تحسب تكلفة العمالة للقطعة الواحدة. يبقى أنا هنا العمالة المباشرة دي بحسبها إزاي؟ اللي هي الأجور الشهرية لكل العمال، يعني أنا العمال كلهم بياخدوا أجر شهري. طب الأجر الشهري ده ممكن أحسبه ساعات العمل الشهرية الفعلية للعامل، العامل اشتغل كام ساعة خلال الشهر، ساعات العمل لإنتاج كل قطعة، كل قطعة أخدت قد إيه من العامل، تكلفة العمالة للقطعة الواحدة، كل عامل بيكلف قد إيه للقطعة الواحدة. بحسبها إزاي بقى تكلفة، تحسب تكلفة الساعة للعمال بحسبها إزاي؟ هنيجي نشوفها كده. تكلفة الأجور الشهرية على عدد ساعات العمل الشهرية، تكلفة الأجور الشهرية على عدد ساعات العمل الشهرية. يبقى أنا بحسب تكلفة الساعة للعامل، إن أنا بحسب تكلفة الأجور الشهرية على عدد ساعات العمل إيه؟ الشهرية. ثانيا التكلفة الغير مباشرة، إحنا خدنا كده التكلفة إيه؟ المباشرة. التكلفة الغير مباشرة هي تحسب جميع التكاليف الأخرى بتكاليف نقط ونقط حتى يصل المنتج إلى مكان نقط ونقط ونقط، وتحمل كل قطعة نصيب من هذه نقط. تعالوا نكمل. يبقى التكلفة الغير مباشرة هي تحسب جميع التكاليف الأخرى بتكاليف الإنتاج والبيع حتى يصل المنتج إلى مكان توزيع. يبقى أنا بحسب الإنتاج وبحسب البيع حتى يصل المنتج الى مكان توزيعه، والايجار والكهرباء والصيانه، فوائد القرض والاهلاك
متوسط استهلاك الماكينات، مصاريف التسويق، مصاريف الإدارة، وتحمل كل قطعة نصيب من هذه التكاليف. يعني أنا بحمل على القطعة بتاعتي كل التكاليف اللي أنا صرفتها على القطعة بتاعتي. لحساب التكاليف الغير مباشرة، بحسب التكاليف الغير مباشرة ازاي؟ يتبع الآتي: بحسب جميع التكاليف الغير مباشرة واجمعها، يعني اللي هي ايه، خلال الشهر ممكن اجمعها شهرين. احسب عدد المنتجات الشهرية التي تنتج في الشهر. احسب التكلفة غير المباشرة لكل وحدة من ايه، من المنتج. التكلفة الغير مباشرة لكل وحدة من المنتج بحسبها ازاي بقى؟ بقول التكلفة الغير، التكاليف الغير مباشرة الشهرية على عدد وحدات الإنتاج. يعني بقول التكاليف الغير مباشرة الشهرية على عدد وحدات الإنتاج. التكلفة الكلية للمنتج للوحدة. كل الحاجات دي القوانين اللي احنا بناخدها دي عشان احنا هناخد مثال هنحله بعد كده. التكلفة المباشرة للوحدة زائد التكلفة الغير مباشرة للوحدة، يبقى التكلفة الكلية للمنتج بتساوي التكلفة المباشرة للوحدة زائد التكلفة الغير مباشرة للوحدة. تنظيم أقسام مراقبة الجودة في مصانع التليكو بيشمل ايه بقى؟ الفنيون، المعامل، الأجهزة، الأدوات اللازمة لاختبارات والقياسات، والتكييف. مراقبة الجودة في مراحل التشغيل بتشمل ايه؟ ماكينة تليكو اللحمة، ماكينة تليكو السدع، ماكينة تليكو المستطيل. هنتوقف عند هذا القدر. الحلقة القادمة ان شاء الله هندخل في الباب الثالث، وهنكمل في الباب الثاني المسائل اللي هي مكررة علينا، هناخد نماذج عليها لحلها، وهنطبق عليها القوانين اللي احنا اخدناها النهاردة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا النهاردة، ومستنيين اسئلتكم اللي تقف قدامكم على القناة التعليمية. احنا مستنيين اسئلة بتاعتكم. شكرا.